السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد مداهمة منزل حماد جبيل رئيس الحكومة الأسبق واقتياده إلى ثكنة العوينة صباح يوم الثلاثاء، وبعد أن تم وضع عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية دون تهمة محددة، والذي قالت عنه أو قال عنه موقع ميدل إيست آي البريطاني، هذه أحدث حلقة في حملة القمع التي يشنها الرئيس قيس سعيد ضد منتقديه. نسأل، هل يمكن فصل الحدثين عما أثارته المحادثة الصوتية المسربة والصادمة المنسوبة للبروفيسور مدرونيسي نائب رئيس حركة النهضة المكلف بتسيير شؤون الحركة؟ مسلسل إيقافات وتمديد الاحتفاظ برموز المعارضة، معالجة قضائية هادئة بعيدا عن الضغوط الحقوقية والدولية، أم تجريف للحياة السياسية ومحاصرة للرمزية الوطنية وتزييف استباقي للاستحقاقات الانتخابية في 2024؟ بعد تحلل حزامها السياسي والمدني الداعم لتدابيرها الاستثنائية وفشل وعودها التنموية بعد سنتين من 25 جويلية 2021، هل تنجح الأجهزة الأمنية للانقلاب في تفكيك النسيج السياسي الديمقراطي الذي تمثله حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني؟ ما هي حدود التنافس السياسي داخل حركة النهضة في ظل حبس قياداتها التاريخية؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيف حصاد 24 الليلة عبر تقنية سكايب من تونس، الحبيب عجيلة، الكاتب والمحلل السياسي والمؤسس في مواطنون ضد الانقلاب. حبيب، مساء النور، أهلا وسهلا بكم. مساء الخير حسين، مساء الخير لكل مشاهدي ومشاهدات قناة الزيتونة، مرحبا بكم.